بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ بتفسير الآيات المباركات، الآية المباركة في سورة الأنبياء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يذكر الله فيها أنه عند قيام الساعة يطوي السماء بعضها إلى بعض بيمينه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الزمر: والسماوات مطويات بيمينه. فتطوى السماوات على عظمها، سعتها، قوتها، يطويها الله جل وعلا كما تطوى الأوراق التي تكون في السجل، والسجل هو ما تجمع فيه الأوراق، ويحوي هذه الأوراق تكون بداخله. وهذا من باب تشبيه الطي بالطي، وهذا فيه بيان عظمة الله جل وعلا، حيث إنه يطوي هذه السماوات والأرض، يطويها سبحانه وتعالى بيديه كريمتين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ثم قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. البعث يسير على الله سبحانه، فالذي قدر على البدء، بدء الخلق، قادر على إعادته من باب أولى في نظر العقول، وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن في نظر العقول فهو سبحانه وتعالى لا يتعذر عليه شيء إذا أراده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء يعني يوم القيامة كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، فالذي قدر على بداءة الخلق قادر على الإعادة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا: وعدا علينا. هذا وعد وعده الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده، فما وعد به لا بد أن يقع. فالله جل وعلا قادر
على كما قدر على بداية الخلق قادر على إعادته من باب أولى. وفي هذا رد على الملاحدة الذين ينكرون البعث ويزعمون أن الأموات لا يعودون أحياء وينسون قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إنا تأكيد فاعلين لهذا الموعد الذي وعد الله به. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات والسادة المشاهدين بتليفون البرنامج والذي ظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح، كما أيضا نذكر الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة، وأيضا أن يكون الاتصال عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون كي لا يكون هناك تردد وصدى بين السائل والمجيب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج يا شيخ، يقول هذا السائل أبو سعد: ما هي الأشياء والأسباب التي تجلب السعادة للإنسان في حياته، وبأي شيء تكمن السعادة، وأين مصدرها، وهل نحس بها؟ الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأعمال الصالحة يحصل بها سعادة الإنسان، والأعمال السيئة يحصل بها شقاوة الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجزاء من جنس العمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا أبو سعد: شيخ، ما المقصود بالوحي وقد أوحي إلى الرسل والأنبياء والمرسلين، فكيف يكون الوحي؟ هل هو عن طريق الإلهام أو عن طريق أشخاص يتمثلون بذلك؟ الوحي على قسمين: وحي إلهام كما قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أوحى إليها يعني ألهمها ذلك. وكما قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. هذا وحي إلهام. والنوع الثاني وحي إرسال، وحي إرسال وهو ما يكون بواسطة الملك بين الله وبين رسله. الله جل وعلا يحمل الملك ما يريده من الأوامر والنواهي، والملك ينزل بها إلى الرسول المبعوث، والرسول يبلغها للناس. نعم، أحسن الله إليكم. محمد من جازان تقول: امرأة كبيرة في السن وتعدت 60 سنة لم تحج حتى الآن، وهي الآن تعاني من قدميها، لو حجت على كرسي هل يجزئها ذلك، وهل توكل الأفضل لها؟ لا، ما دام تقدر على الحج بنفسها وحج الفريضة فإنها يلزمها أن تحج بنفسها، إذا استطاعت ماليا وبدنيا فإنها يجب عليها أن تباشر الحج بنفسها. فإن كانت لا تقدر على المشي فإنها يحج بها راكبة، تركب في المشاعر وفي منى وفي عرفة ومزدلفة، وحتى في الطواف والسعي تحمل على عربة ويطاف بها ويسعى بها. والحمد لله ديننا يسر، اتقوا الله ما استطعتم. نعم
نبدأ بالاتصالات ونأخذ المتصل علي من القصيم. تفضل علي. يا علي قصر التلفزيون شوية. علي هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. قصر التلفزيون واسمعني من الهاتف واطرح سؤالك مختصرا. هلا والله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. قصر التلفزيون يا علي، لأن في تردد الآن بيننا وبينك. قصر التلفزيون. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال، أعتمد عن والدي من منطقة الغسيل، واليا سقطت العمرة رجعت وحرمت من السيل ورجعت ثاني مرة. هذا السؤال الأول. طيب لحظة. إيش السؤال الثاني يا شيخ؟ لحظة يا علي، اطرح السؤال مرة. السؤال الأول. طيب. السؤال الأول علي. السؤال الأول أعتمد عن والدي من منطقة القصيم. واللي اعتمرت سقطت العمرة رجعت وحرمت من السيل ثاني مرة. سفرة واحدة. إيه. نعم. تحرم بإيش؟ إيه نعم. تحرم بإيش الإحرام الثاني؟ عمره عن والدي او عني، عن والدي. يعني تعتمر عن والدك ثم ترجع وتعتمر عن نفسك. لا نعم. انا مثل اعتمر من القصيم، واذا جيت وسقطت عمرتي رجعت وحرمت من السيل اعتمر عن والدي ثاني مره. اي ما حاجه انك تحرم من السيل، تحرم من التنعيم ولا من الحل من عند خارج الاميال تعتمر عن والدك. ما حاجة تروح للسيل. طيب شكرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الإلحاح في الدعاء وما حكم الاستعجال في طلب الإجابة؟ الإلحاح مطلوب ومشروع، وهو أحب إلى الله عز وجل أن يلح العبد في الدعاء، لأن الدعاء عبادة. وأما مسألة الاستعجال بالإجابة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكره التأخير، ربما يكون خيرا له، التأخير يكون خيرا له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو يدعو يفعل السبب ويكل الإجابة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يعجل الإجابة وقد يؤخرها لحكمة عظيمة، لكنه لا يقنط ييأس يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم يترك الدعاء، لا، يلح بالدعاء ويداوم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ بالنسبة للتبرع بالدم هل يكون ناقض للوضوء إذا كان الإنسان على طهارة؟ نعم، إذا خرج دم كثير فإنه ينقض الوضوء، والدم الذي يتبرع به لا بد يكون كثيرا فينقض الوضوء، لأنه خارج من البدن، مما يغذي البدن. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ في رمضان أخذ إبر مغذية بأمر من الطبيب، لأنني عندي سوء تغذية وعندي عدة أمراض، وهذا منذ سنوات عديدة، ما حكم أخذ هذه الإبر في رمضان؟ أخذها في الليل لا بأس، أما أخذها في النهار وأنت صائم فهي تفسد الصيام. الإبر المغذية تفسد الصيام مثل الطعام والشراب، فتفسد الصيام. لكن إذا كنت لا تقدر على الصيام إلا بالإبر المغذية فأنت مريض، والله جل وعلا رخص للمريض أن يفطر وأن يقضي من أيام أخرى، ففي اليوم الذي تأخذ به الإبرة المغذية تعتبر مفطرا، لكن تمسك إذا عن الطعام والشراب وتقضي هذا اليوم. نعم. أبو أحمد من المدينة النبوية، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ألو. نسمعك أبو أحمد. عندي سؤالين. تفضل. ألو. نسمعك أبو أحمد، تفضل. السؤال الأول عن صفة التيمم. صفة التيمم، شكرا.
صفة التيمم أن تضرب التراب بيديك ثم تمسح ببطون الأصابع وجهك وتمسح كفيك براحتيك بضربة واحدة، هذا هو الأفضل. وإن ضربت ضربة للوجه وضربة أخرى للكفين فلا بأس بذلك. نعم. السؤال الثاني يا أبو أحمد. راح. طيب، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة للصبيان من هم دون التاسعة، هل هم يؤمرون بالصلاة قبل البلوغ؟ نعم، في الحديث امروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم على ليالي عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ سبع يكون قد ميز، والمميز يؤمر بالصلاة حتى يعتادها وحتى يكون له أجر، تكون له نافلة ولوالده أجر إذا أمره بها وحافظ عليه، يكون له أجر في ذلك، لأن هذا من التربية الطيبة على الصلاة وعلى العبادة. نعم. يقول السائل أبو إبراهيم، لدي مجموعة من الأسئلة حول الأذان. عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر، ماذا نقول؟ تقول مثل ما يقول المؤذن، لعموم الحديث قولوا مثل ما يقول. نعم. حمد من الرياض. تقول الصلاة خير من النوم. طيب. نعم. حمد من الرياض. تفضل يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. نحبك في الله يا شيخ. اطرح سؤالك. حبك الذي احببتنا فيه. والله يعني وياكم على هذه الدنيا. يعين الجواب. سؤالي طال عمرك. تفضل. عندي صيام طال عمرك 8 شهور. صيام 8 شهور. ما ادري يا شيخ اللي هو الاعتاق ما وصلت له. ما ادري كيف الطريقة. صيام 8 شهور عن ايش يا اخي؟ فيه 4 اشخاص دهس. دهس 4 اشخاص؟ اي نعم. اي. ولا وصلت حكم عليك القاضي في ناس يقولون انها تقرقاب ولا ادري كيف صحتها يا شيخ. حكم عليك القاضي بالصيام؟ قاضي 8 شهور. 4 اشخاص. حكم عليك؟ شلون حكم عليك القاضي ب... شلون؟ يا أخي اسمع، حكم عليك القاضي بأن عليك صيام؟ ما حكم القاضي، حكم بالخطأ 85%. ها؟ يا أخي تكلم الله يهديك. سم؟ يسألك الشيخ، هل حكم عليك القاضي بالصيام؟ ما حكم الشيخ القاضي بالصيام، حكم بالخطأ علي 85%. اي هذا هو، اذا حكم عليك بان عليك 85% نعم من التسبب في الحادث، نعم يكون عليك صيام عن كل نفس، عن كل نفس صيام 2 شهر متتابعين. العتق إذا وجدت عتق فهو الأصل، العتق هو الأصل، إذا وجدته فأعتق. إذا لم تجد الشيخ تصوم عن كل نفس، اسمع يا أخي، إذا لم تجد العتق فتصوم 2 شهر متتابعين، أو وجدته ولم تقدر عليه تصوم 2 شهر متتابعين عن كل نفس. شكرا. والله يعينك. شكرا. فضيلة الشيخ، هل يستدير المؤذن ويلتفت عند الأذان أم يستقبل القبلة؟ المؤذن يستقبل القبلة ولا يستدير، قال الفقهاء ولا يستدير، بل يتوجه إلى القبلة في كل الأذان. نعم. السائل أبو عماد يقول، الشيخ بالنسبة لمواقيت الصلاة في زماننا، هل هي ثابتة أم تتغير حسب الصيف والشتاء، وهل هي بالساعات؟
يا أخي مواقيت الصلاة جعلها الله في علامات واضحة. صلاة الظهر إذا زالت الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله إذا تساوى الظل والشاخص، صلاة المغرب إذا غربت الشمس، صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، صلاة الفجر إذا طلع الفجر. علامات واضحة ولله الحمد ما فيها لبس، وما في شك أنه يتغير الوقت في الطول والقصر في الشتاء والصيف، لكن العلامات ذي ما تختلف. نعم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ مخرج هذه الحلقة الزميل ناصر القمي، أظهره على الشاشة للتو، ونرجو مرة ثانية أن تكون الأسئلة عبر الهاتف وبعيدة عن جهاز التلفزيون. شيخ صالح، ما رأيكم، يقول السائل أبو خالد، في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ الأحسن أنه يبادر بالقضاء، فإن بقي من الست فإن تمكن إذا تمكن من صيام الست يصوم من شوال، يعني ما دام شوال موجود فالست مشروعة فيه، سواء في أوله أو في وسطها أو في آخره، فيبادر بالقضاء ثم يصوم الست ولو في آخر الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، هذا السائل يشتهر عند عامة الناس بأنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة واحدة. هذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها في المسح على الخفين والجوربين. والبداية تكون من الحدث بعد اللبس. إذا توضأ مثلا، تطهر ثم لبس الخفين ثم انتقض وضوءه، تبدأ مدة المسح من انتقاض الوضوء، أول انتقاض. نعم. تليفون البرنامج 011-8088-3. السائل يا شيخ يقول، المحدث هل يصح له أن يمس المصحف أو كتب التفسير أو كتب الأحاديث؟ كتب التفسير وكتب الأحاديث لا بأس أن يمسها مباشرة، وأما المصحف فلا يمسه إلا من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة وهو محدث فلا يجوز له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. السائل من جدة يا شيخ له سؤالان. السؤال الأول يقول، ما مفهوم العبادة في الإسلام؟ العبادة في الإسلام عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كله من العبادة. نعم. يقول في فقرته الثانية أيضا، ما مكانة التوحيد من بين العبادات مع بيان فضله؟ لا تصح العبادات إلا بتحقق التوحيد، إذا تحقق التوحيد وانتفى الشرك صحت العبادات، أما ما دام فيه شرك فإن العبادات لا تصح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا إله إلا الله محمد رسول الله هما الركن الأول من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، يا شيخ، عندنا في بلدنا لا نسمع الأذان الأول إلا في العشر الأواخر من رمضان، فهل هذا الفعل مشروع يا شيخ؟ الأذان الأول ما هو واجب، إذا حصل فهو أحسن، وإذا ما حصل يكفي الأذان الذي على طلوع الفجر. الأذان الذي على طلوع الفجر هو الأذان المعتبر، وأما الأذان الأول فهو للتنبيه فقط، من أجل أن يرجع التالي وأن يتسحر الذي يريد الصيام، تنبيه للناس. نعم. نأخذ خالد من الرياض. تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي فضيلة الشيخ طال عمرك، السؤال الأول بالنسبة أنا أملك أسهم وبعض الشركات في نهاية السنة ما تبلغ أنه هل أدت الزكاة أو ما أدت الزكاة الأسهم، فهل علي زكاة في الأسهم هذه؟ اسمع الإجابة لحظة. الأسهم هذه وش نوعها؟ أسهم ثابتة ولا أسهم يعني ما هي بثابتة تباع وتشترى؟ لا ما تباع، ثابتة يا شيخ. كيف ثابتة؟ يعني ما نخليها مدة 5 سنوات ما أحد فيها شيء. يعني عندي أسهم في الشركات حقت الأوراق المالية. اسمع الإجابة. وبعض الشركات تاركها للاستثمارية مدة 2-3 سنوات ما يرتب بها. إذا كانت الشركة تزكي عن المساهمين فلا بأس، أما إذا كانت ما تزكي فكل يزكي أسهمه عند تمام السنة، لأنها مثل عروض التجارة يثمنها بالذي تساوي ويزكيها. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة الآن عندنا في الجروبات الآن كل يوم نرسل مقطع صورة، صفحة من الصورة لمجموعة بحيث كل واحد يقراها ويكتب علامة اللي قال الولد هذا، هل في شيء؟ ما فهمت السؤال يا أخي. في الآن في الجوالات الواتساب ممكن نرسل ل 50 شخص مقطع وجه من القرآن كل يوم، بحيث كل واحد ياخذ الولد هذا يقرا المقطع ويكتب علامة من باب التذكير والإعانة على الخير بس. يا أخي ما فهمت الطريقة هذه، ولكن تعلم القرآن تتعلم على المدرسين، على المدرسين في حلق التدريس، في حلق تحفيظ القرآن الكريم تحضر عندهم وتتعلم عندهم، تلقى القرآن منهم، ما هو بالقرآن يؤخذ من الكتابة. لا لا اصبر يا أخي اصبر، أجاوبك يا أخي. القرآن ما هو يؤخذ من المصحف، إنما يؤخذ من المقرئين المعلمين، تحضر عندهم وتتعلم عندهم. نعم. طيب السؤال الثالث يا شيخ، لما أروح للمقابر أحصل بعض الأموات دفن انتهوا وتقريبا ما يقارب من 5 إلى 9 جنائز انتهت، فلا أصلي دمو واحد على 9 أو كل واحد أصلي عليهم؟ ايش يقول؟ يقول في المقابر فضيلة الشيخ يكون هناك أكثر من جنازة، فهل يصلي على الأولى ويترك الثانية والثالثة لأنهم بعضهم يتأخرون؟ الشيخ صالح يصلي على اللي تيسر له، الذي تيسر له يصلي عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بالنسبة للمرأة، هل هي مكلفة مثل الرجل؟ وهل الأعمال الصالحات القرآن يخاطب فيها الرجل والمرأة؟ نعم، الخطاب للجميع، يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء، أقيموا الصلاة ويدخل فيه الرجال والنساء، وقد تختص النساء بخطاب والرجال بخطاب أيضا، هذا حسب المواضع. نعم. بعض النساء تقول السائلة أم محمد يعني تتساهل في عدم ستر عورة الطفل الصغير، وخصوصا عندما تقوم بوضوئه، فضيلة الشيخ ما الضابط في ذلك؟ الطفل الصغير والكبير يعني الستر مطلوب، فتجعل ساتر عليه وتنجيها وتغسل قبله أو دبره من وراء حائل، وتجعل على يدها أيضا حائل، تجعل تلبس على يدها شيئا ولا تباشر مسه بدون حائل. نعم. ولا تجعله مكشوفا أمام الناس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول أبو عبد الله، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه الهموم
أو أن الله عز وجل حفظه من الهموم والغموم لأنه رسول الله؟ رسول صلى الله عليه وسلم يحزن ويأسف إذا جاء مناسبة لهذا، مثل غيره من البشر، مثل غيره من البشر يصيبه الهم، يصيبه الحزن عليه الصلاة والسلام، يصيبه التعب والنصب، يصيبه الجوع والعطش. نعم. من خميس مشيط عائض، تفضل يا عائض. عائض تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. تفضل. تطول العمر، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول عندي أعمال بر لوالدتي. إيه. أبيع فيه وأشري من لغرض أنه لا ينقروا. طيب. يعني أبيع بالصابون. يعني عندك وبالغنم. عندك وصية. عندك وصية لوالدك؟ نعم. عندك وصية لوالدك ولا وقف؟ نعم نعم. وقف؟ اي نعم طال عمرك، وصية اني ابيع لها واشري باعمال البر ذي وقف. طيب والسؤال؟ وتصدق منها. لكن انا طيب. ابيع واشري بالصابون. طيب اعطي 5000 بمية كرتونة من دور الحول. طيب شكرا. ايش تقول بها؟ يا اخي ما في باس، اقول البيع والشراء ما في باس. طيب وتنمية المال سواء حتى الوقف والوصية تنمى ويخرج منها ما نص عليه الموصي أو الواقف وتنمى، هذا شيء طيب، ولا توضع بأموال يكون فيها مخاطرة أو فيها، بل توضع في أموال الغالب أنها تسلم، صابون أو غير الصابون ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عادل يقول: هل نأخذ بالرؤى المنامية حيث رأيت والدي يقول إذا جاءكم عارض صحي أو مرض تذهبون إلى تلك المرأة الصالحة لتعطيكم العلاج وتقرأ عليكم؟ لا، هذا ما يحتاج إلى، إذا كان فيه إنسان يرقي وموثوق في عقيدته ودينه تذهبون لو بدون رؤية، هذا من باب فعل الأسباب، هذا من باب فعل الأسباب. أما تعيين أحد بالرؤية أو غيرها فهذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول الأخت أم سامر: إذا ضاع للإنسان مال أو شيء من أمور الحياة وقال 100 مرة إنه على رجعه لقادر وجد ذلك الضائع، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. والرجع ما هو المراد رجع الضائع؟ المراد رجع الأموات، إن الله جل وعلا يعيدهم كما بدأهم. نعم. تفضل يا فهد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اكسر التلفزيون شوي الله يعافيك، لأن أصوات الأطفال والتردد الآن. أبشر تفضل. أبشر طويل العمر. تفضل. تفضل. أبشر يا طويل العمر يا شيخ. اطرح سؤالك. عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. تفضل. السؤال الأول يا طويل العمر: قبل 3 سنوات رحت لمكة أنا والأهل عمرة. نعم. المهم يا طويل العمر أحرمنا ولبست إحرامي يا طويل العمر ودخلت مكة. طيب. وأنا لقيت سكن. نعم. جلست ساعات يا طويل العمر ومعنا عيالي وبزران وما لقيت سكن حوالي 6 ساعات أو 5 ساعات. نعم.
الوالدة نزلت في جهة تدور سكن، وأنا دورت المهم في الأخير ما لقينا سكن. طيب العمر نزلت أنا واحد من إخواني الحرامات وهن في مكة. طيب ورجعنا للوالدة ولقت سكن وهاوشتنا وقالت ليش نزلت الحرامات، كنا ما عاد لقينا نيتنا إن بنرجع للطائف. طيب. والمهم لبسنا حراماتنا طيب. ودخلنا البيت وسوينا عمرتنا، وش علينا الله يجزاه خير. طيب. إيه تنزيلكم على الحرامات هذا خطأ، وأنتم محرمون، ولو نزلتوا الحرامات أنتم محرمون، لا ما يخرج من الإحرام إلا بأداء النسك. ما دمتم أديتم النسك والحمد لله وتلافيتم الخطأ فلا شيء عليكم. نعم. طيب السؤال الثاني يا فهد، السؤال الثاني قصر التلفزيون يا فهد. الله يجزاك خير ويرحم والدينك. السؤال الثاني يا طويل العمر، عندي اخت لي مع مرض السرطان، وادعي لها يا شيخ ومعها يعطونها كيماوي، وهي تسمع من الناس يقولون الكيماوي حرام، واثناء الكيماوي هي تاخذ الكيماوي يا شيخ تفوتها صلاه العصر والمغرب والعشاء. طيب. الله يجزاك خير ويرحم والدينك. شكرا يا فهد، نسأل الله لها الشفاء والعافية. والكيماوي ليس بحرام، أخذه هذا علاج من الأدوية المباحة والحمد لله. وأما الصلاة فإنها تجمع الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. إن كانت تدخل العلاج قبل دخول وقت الصلاة الأولى تؤخرها إلى الثانية وتجمعها مع الثانية جمع تأخير إذا خلص انتهى العلاج. وإن أدركت الوقت قبل دخول العلاج وقت الأولى فإنها تصلي الأولى وتصلي معها الثانية جمع تقديم على حسب الظروف، والله يعينها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: الشيخ من عادتي في صلاة السنن سنن الرواتب بأنني أغمض عيني طلبا للخشوع، فما حكم ذلك مأجورين؟ يكره تغميض العينين في الصلاة إلا إذا كان عنده شيء يشغله، إذا كان عنده شيء يشغله يغمض عينيه عنه. أما إذا لم يكن عنده شيء ولكن يقول أخاف يعرض شيء، لا، ما هذا يكره. نعم. يقول السائل: يا شيخ صالح، أين مكان وضع الأيدي في الصلاة؟ بعض الناس يضعها فوق الصدر وبعضها تحت السرة. وضع اليدين له مكانان في الصلاة، المكان الأول تحت الصدر والمكان الثاني تحت السرة، كلاهما مشروع، فأيهما عمل فهذا سنة. نعم. يقول: لو جاء المصلي والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الإمام في الصلاة؟ إذا كان خبر أن أحد يأتي ينتظر يصلون جميع، هو المتأخرين ذولا. أما إذا كان ما يخبر أحد يبي يجي فهو يدخل مع الإمام فيما بقي، يحصل له أجر المتابعة ولا يقف حتى يسلم الإمام، لا يدخل معه فيما بقي، كله أجر في متابعته. نعم. صالح من الرياض، تفضل يا صالح واسمعنا من الهاتف. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. كيف أجمع شيخ بين هذه الآية وبين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد سحر؟ السؤال الثاني. لحظة يا صالح، صالح تفضل يا شيخ صالح. نعم، الله يعصمك من الناس، ما يمنعونك ولا يحولون بينك وبين تبليغ الرسالة. من أرادك بسوء فإن الله قال جل وعلا: إن كفيناك المستهزئين. وأما أنه يصيبه المرض، يصيبه السحر، يصيبه ما يصيب الناس، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يمرض ويجوع وأصابه السحر، ولكن الله شفاه منه، رقاه جبريل عليه السلام حتى برئ من ذلك، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على البشر. نعم. السؤال الثاني يا صالح: قيمة العدل في الإسلام يا شيخ. أنا دائما عندما أتكلم مع الطلاب عن قيمة العدل وأضرب لهم مثلا بالسلف الصالح أيام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، دائما يردون علي أن هذا كزمن ومضى ولا يمكن أن يعاد مرة أخرى، بمعنى أنه لا يطبق في هذا الزمان.
طيب. بينما العدل عند الله سبحانه وتعالى في كل زمان وأي مكان. والسؤال مختص بنفس الوقت يا شيخ عن الفرق بين القسط وبين العدل. جزاك الله خير وبارك الله فيك. القسط هو العدل يا أخي، والعدل باقي، وكل أوامر الشرع باقية إلى أن تقوم الساعة، ما هي بخاصة بالسابقين دون اللاحقين. فالأمة من أول الأمة إلى آخرها كلها شريعتها واحدة، ويجب عليهم فعل الأوامر والفرائض وترك النواهي والمحرمات، الجميع من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، الشريعة باقية. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: الشيخ، ما أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وتكتب له حسنات وأجور؟ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أحب إلى الله عز وجل، أحب إليه من النوافل، والنوافل مكملات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما في الحديث. فأولا الفرائض ثم النوافل. نعم. يقول السائل: يا شيخ، بعض الناس في التشهد يجعل السبابة مرفوعة على مدار التشهد، فمتى تحرك السبابة؟ وهل هناك لفظ عند تحريكه؟ ترفع السبابة عند لفظ التشهد، عند لفظ الجلالة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. فقرته الأخيرة يا شيخ صالح يقول: بالنسبة للركعات، إذا جاء المسلم لصلاة الجمعة مبكرا، أيهما أفضل، قراءة القرآن أو التنفل بركعات؟ صلاة التحية أول ما يدخل المسجد يصلي تحية المسجد، وإذا أراد أن يزيد بعد التحية ما شاء الله من النوافل هذا شيء طيب، وإذا جمع بين أنه يصلي تارة ويقرأ القرآن تارة هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة للعمرة عن المتوفى، هل يبدأ بالوالد ثم الوالدة أو العكس؟ يبدأ بالذي لم يؤدي الفريضة من الحج أو العمرة، إذا لم يؤدي الفريضة من الوالدين يبدأ به، أما إذا كان كلاهما أدى الفريضة فيبدأ بالوالدة لأن حقها آكد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعاء والإنسان يطوف، ما هو الدعاء؟ وهل لو اقتصر الإنسان على التسبيح والتكبير والتهليل والإنسان يطوف جائز؟ الدعاء في الطواف مستحب ليس بواجب، ويدعو بما تيسر، وإن قرأ القرآن اكتفى به فلا بأس، إن اكتفى بالتسبيح والتهليل والتكبير فلا بأس، كلها أذكار ولله الحمد، وكلها دعاء، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد الذين رتبوا هذا اللقاء، كما أشكر فريق العمل معي في الاستوديو من الفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر القمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.